القبائل اليوم مع سن اللقاية. هذا هو شوطنا التاسع ضمن الانطلاقات 25 التي قررت من قبل اللجنة لسن اللقاية. شوط خاص بالابكار يندفع وينطلق ونبدأ مع المقدمة ومع الصدارة بعد أن قطعنا الكيلومتر الأول. نتابع المركز الأول أو تابع الصدارة والمقدمة. شعار الخيارين على المركز الأول وعلى الصدارة. هذه الدوحة مبارك بن محمد بن زايد. الخيارين على المركز الأول. المركز الثاني رمعة صالح بن حمد بن صالح أبو شريدة المري. المركز الثالث هذه طيف المبارك بن أحمد بن خزع العامري. رابعا تحتله شديدة لجابر بن سالم بن جبران المري. والمركز الخامس هذا اللي في خامس المراكز أمواج لسعد بن حمد بن سليمان بن جبرين. أيها الإخوة المتابعون هذه الأسماء على حضراتكم. المراكز الخمسة الأولى اندفعت وانطلقت في أول نداء وتواجد هذه الشعارات اليوم. نبدأ ونعود مع شعار الخيارين على المركز الأول. يقدم هذا الاسم عتيق بن قريع المري في المتابعة والتضمير. هذا شعار الخيارين وهنا غير في هذه اللحظة شعار جابر بن سالم بن جبران المري. غير مع شديدة وانطلق في تقدم لهذه الذلول لهذه البكرة. المركز الثالث رمعة على المركز الثالث. صالح بن حمد بن صالح بوشريدة المري مع المركز الثالث يقدم رمعة ويتابعها مع هذا الشعار. المركز الرابع شعار بن جبرين سعد بن حمد بن جبرين مع أمواج على المركز الرابع وعلى هذه وعلى هذا التقدم اللي يتابعه هنا أبو هلال يتابع هذا الاسم. المركز الخامس المركز الخامس وجود مصيحة ناصر بن محسن بن فاره المري على المركز الخامس على خامس المراكز يتواجد وينطلق في هذا التحدي. أعود إلى مقدمة الشوط. عاد شعار الخيارين إلى مقدمة الشوط. انطلق مع هذه اللحظة انطلق إلى خط النهاية. انطلق سجل نقطة اليوم معنا هذا الشعار. شعار الخيارين سجل نقطة في صباح هذا اليوم في الشوط قبل الماضي مع هذا الشعار مع عتيق بن قريع المري المتابع لهذا الشعار العملاق. يا سلام يا سلام انطلقت في هذه اللحظة الدوحة هذا الاسم الغالي اللي تنطلق فيه وينطلق فيه شعار الخيارين. مبارك بن محمد بن زايد أنا مطوع الخيارين مع المركز الأول ومع الصدارة. تحركت رمعة انطلقت رمعة على المركز الثاني وصالح بن حمد بن صالح بشريدة على المركز الثاني. تحرك الشعار بن فارة على ثالث المراكز. انطلق قادم من ميدان النعيرية هنا في هذا التحدي ينطلق مع مصيحة ناصر بن محسن بن فاره المري. ورابعا وتحتله في هذه اللحظة بداية علي بن محمد بن حمد بن قبعان المري في أول نداء له والشعار بن حلفان على المركز الرابع ولكن خلونا مع المقدمة والصدارة تستاهل الإذاعة اللي في المقدمة. الدوحة ومصيحة قادمة ناصر بن محسن بن فاره. يا بن فاره يا سلام
سلام اللحظات الأخيرة الأخيرة الأخيرة. بن فارة هنا يغير والدوحة على المقدمة، غير الشعار بن فارة، غير الشعار بن فارة، تحرك الشعار بن قبعان على المركز الثاني، هنا مع المركز الثاني. أو لا يا سلام، بداية بداية ولكن مصيحة مصيحة واللحظات الأخيرة. وهنا المتقدمة والمنطلقة المنطلقة غزيل غزيل محمد بن سعيد الجربوع المري، ولكن مصيحة حسمها بن فارة اللحظات الأخيرة في هذا التحدي مع مصيحة. تهانينا لبن فارة على هذا الفوز، تهانينا والناموس. بنشوف خط النهاية، بنشوف خط النهاية المركز الثاني الغزيل محمد بن سعيد بالدهن المري، المركز الثالث المركز الثالث. وصلت بداية لعلي بن محمد بن حمد بن قبعان المري المركز الرابع، المركز الرابع في هذه اللحظات الدوحة لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين. وخامسا خامسا جبارة لزيد بن محمد بن محسن آل بحيح المري. هذه اللحظات الأخيرة وهذا خط النهاية. الفيصل الفيصل خط النهاية، خط النهاية بين إذن اللحظات الأخيرة بعد الإعادة. حصلت الغزيل محمد بن سعيد بالدهن المري على ناموس الشوط، 6 دقائق 22 ثانية، 68 جزء من الثانية. تهانينا لمالك الغزيل محمد بن سعيد بالدهن المري، تهانينا والناموس. 6 دقائق 22 ثانية، 70 جزء من الثانية. هذه مصيحة للسيد ناصر بن محسن بن فاره المري، تهانينا والناموس. 6 دقائق 23 ثانية، 50 جزءا من الثانية. هو توقيت صاحبة المركز الثالث. بداية لعلي بن محمد بن حمد بن قبعان المري، تهانينا والناموس لكل الفائزين.